السي ام اس بتاعنا بيتعلم عن طريق حاجه اسمها الريبيتيشن. التكرار بيعلم مين؟ الشطار. وانت بتيجي تعمل موفمنت غريبه لاول مره، يعني مثلا ايه، عمرك ما ركبت عجله وبتحاول تركب العجله لاول مره، تلاقيك ايه يا عيني قاعد تبص على رجليك مش بتبص على الطريق، صح، وتخبط في ده وتخبط في ده شويه بشويه. التكرار بيعلم مين؟ الشطار. الريبيتيشن بيأديك ايه؟ بيأدي الى ليرنينج. حصل الليرنينج من خلال مين؟ من خلال حاجه اسمها سينابتيك بلاستيسيتي. فكما الله يرحم الار بي سيز، لما كنا بنقول الار بي سيز از بلاستيك نوت الاستيك، تعرفين يعني ايه بلاستيك ويعني ايه الاستيك؟ ها، الاستيك يعني ايه؟ ستريتشبل، كان بي ستريتشد. هل الار بي سيز ستريتشد؟ لا. لكن بلاستيك يعني ايه؟ يعني كان بي ديفورمد. فلما اقول لك سينابتيك مهمه جدا، سينابتيك بلاستيسيتي يعني معناها الترانسليشن از سينابس كان بي ايه؟ اتشينج. ازاي؟ كان بي اكساجيريتد انكريز اور ديكريز. يبقى لما اجي اقول لك سينابتيك بلاستيسيتي ات از ذا ابيليتي اوف ذا سينابس تو تشينج ذا سترينث اوف ريسبونس، سواء باليوز لو انا استخدمت يزيد او بالديسيوز يقل. فكره غايه في اهميه سي اس كيو، ممكن شرط ايه صغير لو بيعزك خلاص، بس اكتر ام اس كيو. الميكانيزم قال لك خلي بالك، مش احنا متفقين واحنا بنتكلم في الساينابس كان في حاجه اسمها ايه؟ فيه ريسبتور على البص سينابتيك ميمبرين، وفي كيميكال ترانسميتر بيطلع، كيميكال ترانسميتر راح على الريسبتور يشتغل عليه، وضحت الصوره. فانا دلوقتي ما اقول لك ايه؟ ازاي تتوقع ان يحصل سينابتيك بلاستيستي؟ تقول لي يحصل تغير في الريت اوف ريليز اوف كيميكال ترانسميتر، تغير في الايه؟ في النمبر اوف ريسبتور، سواء بالزياده او بالنقصان. طب ايه رايكم؟ هل السينابتيك بلاستيستي مهمه؟ فيري اسينشال، وده هناخدها في محاضره، اخر محاضره في السي ان اس اللي هي الهاير فانكشنز اوف ذا برين، من ضمنها ايه؟ الليرنينج والميموري. من اهم وظائف البرين يا جماعه التعلم وايه؟ والذاكره. اللي بينمي الحكايه والمسؤول عنها وان اوف ذا ثيريز السينابتيك بلاستيسيتي. انت دلوقتي عايز تذاكر، تمسك الورقه وتقعد تلف في الاوضه. سي ان اس از اسيستم ذات ستادي، معرفش ايه، سي ان اس از اسيستم، صح؟ الريبيتيشن ده ميثود اوف ليرنينج، صح؟ بيعمل سترينثنج للميموري زي ما هنقول، اللي تنمي عن طريق ايه؟ انك عملت سينابتيك بلاستيستي، زودت الايه؟ السينابتيك ترانسميشن. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى اما اقول لك لو سالت سؤال ام اس كيو، يقول لك سينابتيك بلاستيستي از ايديا اور ذا برينسبل اوف، وجاب لك اختيارات من ضمنها الميموري، يبقى تختار مين؟ الميموري. او من ضمنها الليرنينج، يبقى تختار مين؟ الليرنينج. وضحت الصوره؟